السلام عليكم. دلوقتي هنشوف ازاي نعمل برج بأي شكل ونخليه يلف حوالين نفسه، تمام؟ طيب هاجي هنا اقول له انا عايز اعمل موف. يعني ايه موف؟ يعني هاخد شكل واخده كوبي، تمام؟ عكس اللي احنا متعودين عليه. طيب اللي هنا هقول له انا عايز اعمل سيلكت على الشكل دوت، تمام، على الكيرف دوت، وادوس هنا واقول له سيت وان كيرف، واروح مختار الكيرف، تمام، واروح معلم سيلكت من هنا لهنا، تمام. طيب وبعد كده عايز اديله بقى ايه الاتجاه بتاعي، هتحرك في انهي اتجاه، فهقول له فيكتور واقول له انا عايز احرك في الزد، تمام. هو هيبدا يعمل رقم افتراضي. طيب انا عايز بقى احدد له هيتحرك بقد ايه، بس انا عايزه مش مره واحده، ده انا عايز احرك يعني ياخد كوبي كذا مره، فاقول له سيريس وروح مصر. هو افتراضي بيفترض ان انا عندي عدد معين من الادوار، فانا هقول له انا عايز المسافه الفيرست نمبر اوف ذا سيريس، اقول له مثلا 4، تمام. طيب كم مره؟ اقول له مثلا 10، فتلاقي عمل 10 ادوار المسافه بينهم 4 بالشكل دوت، تمام. تقدر تتحكم في المسافه دي زي ما انت عايز، تمام. طيب دلوقتي انا ممكن اقول له انا عايز اعمل روتيت، بقول له روتيت، تمام، وهاخد السيريز ديت وببست، وهقول له خد الشكل دوت اللي احنا عملناه واعمل له روتيت بالشكل دوت. هو كده حصل ان هو خلى الشكل الاولاني وكرره، فانا هاجي هنا على موف واروح معلم عليها واقول له انا عايز اشوف بس الشكل الجديد، تمام، وهاجي هنا اقول له لوفت، تمام، واوصل الشكل ده وكده، هتلاقي ان هو اتعمل بالشكل دوت. تقدر تغير فيه زي ما انت عايز، تمام، تقول له انا عايز العدد بتاعهم مثلا زي ما انت شايف الشكل اهوت متكرر، واتعمل له روتيت واتعمل له لوفت.